صدق يا سامي، شغلنا في بنك الدم اعطاني خبره في حرق اعصاب البنات. خلاص حبيبي، كفايه خرفنا. شاحن ب 26,000 و70 ريال. ليش حبيبي؟ لا للمخدرات، لا للخرفنه. تكفى يا تحيم، علمني وشلون. ترى ذا البنات فاجئين مراتي، جايبين لي الماحي. ان حكيت معهم قالوا طالع وخروف، وانت قلت عليهم وصرصتني كذا قالوا طالع بصرال وفنيله ما عنده رومانسيه. يا حبيبي اول خبرتنا ضعيفه، كنا في مكاتب صادر وارد، بس الله يجزا وزاره الصحه الخير يوم ودونا مختبر الدم صرنا نفهم في الدم ونعرف انواع الفصائل. فعندك مثلا لازم اذا بغيت تحرق دم البنت لازم تعرف نوع فصيلتها، وبالتالي تحرق دمها من نوع فصيله الدم اللي هي موجوده فيها الدم. يعني اذا الدم موجود والفصيله موجوده تقدر تحرق الشخص اللي قدامك. تحيم تكفى، رحم والديك علمني، والله راتبي كله يروح شحن تلفوناتهم. خذ مثلا عندك حبيبي، يعني اللي فصيله دمها ايه بالانجليزي، عرفت ايه اللي كذا اللي شفت برج المملكه، ما في فوق فتحه في برج المملكه، ذي الفتحه ترى مكتب الوليد هنا، لو دخلت راسك شوي كذا كذا شوي دخلت عينك ممكن تشوفهم. هذا الايه، ها هذه ركبت معك في السنسير، ايش تسوي؟ يكون مع قرره عطر من ابو 20 ريال شاريها من كل شيء بريال، ترى في تخفيضات. وامك اذا ما في حق الغسيل، شفت الغسيل ذا كلوني هذه، بخ وبعدين كذا ناظر كذا ناظر شوي يقول ايش ذا الروح الخايسه انه لله. طبعا تفهمها يرتفع ضغطها لانك انت عرفت فصل الدم، زي هذا اللي يقول معي زميل عرفت ذا، عرف فصل الدم ورفع ضغطه مسكين. طيب تحيم فصيله بي ذي شلون اسوي معها؟ نفس برج المملكه بس مقلوب كذا على تحت، بس انتبه تقلبها في الظهريه، المداومين اقلبها في العصر عشان ما في احد البرج، وتناظر كذا ناظر مكتب الوليد تحت وذا البرج فوق، عرفت ولا لا؟ ذا اول ما تركب معك تسمع باك برب سوالف مخيسه، هم مثل نفس هذاك معي زميل بكره راح القاك شاحن، ترى انا حاسس انك قاعد تنتظر الموزين، ما فهمت شيء صح ولا لا؟ تحيم والله جتني فكره زينه، ورا ما نسرق البنك اللي النافيه طال عمرك ونطخطخ بالقروش، صار عندنا قروش واجد ونقهر اي بنت، ايش رايك؟ نسرق بنك الدم. انا الان اتضح ان معي زميل يعني بذمتك يا غبي احد بيسرق بنك الدم، اكيد انت بديت تعرف فصل الدم وترفع ضغطي. طيب اقرب شوي وش اسر، يلا اسر بيتكم يلا. والله فهمت، انا احبك يا دلال. اهلا ندى. تحيم هلا، ايش هاللي معك؟ عملت لي حساب في تويتر، بس طمن ما خليته متحيم، لا خليت اسم مستعار فخرية 1960. ايد زود حيم، ايد زود حيم، قولي لي منين جات الايد هذا؟ منين جات؟ علمني بسرعة. بسم الله علي، من اللي قال لك هالكلام؟ الحمد لله ما فيني الايد. تخونيني يا متحيم؟ هذه اخرتها؟ يعني أمنت على نفسي وعلى بيتي وعلى عرضي وأخرتها تخونيني؟ لا يا أبو تحيم، ألزم حدودك، ما أسمح لك. طيب أنا بعد هذا اللي بعد شو لبنين وجاي؟ هذه هدية من هدية من معالي الوزير، مش كذا؟ أسمع عاد يا أبو تحيم، أنت طالت. حسبي الله عليكم يا وزارة الصحة، مشاكلكم وصلت للبيت، يعني مو كافي اللي يجي عندكم تلعبون فيه. وبعدين وش فيها يا معالي الوزير؟ لو اعطيته هديه جالكسي بدل ما يطلقني انا ابو تحير. اي باي اي طلقني.